تمام، وتسد القبق وترجعها بصوره سهله وسلسه، فقط تدفعها وتقعد عندكم هذه الحافه مالتها، بمعنى انه قعدت هاي ثلاجه الهيتاشي. هذه اغلب مواصفاتها، لكن بقى شغله واحده ما شرحنا عليها اللي هي ازرار تحكم الثلاجه. بالنسبه اللي يسالوني على ازرار تحكم الثلاجه شلون نستخدم، يلا حيو متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله بخير، اتمنى تكونون بصحه وعافيه. طبعا حكيتوا على شعر زين تقرع من وراكم، فبهذا الفيديو راح اسوي لكم مراجعه سريعه. احنا مسوين شروحات سابقه لكن العالم تدرون بيها، يعني يوميا يجينا سؤال جديد، ومرات احنا يعني بنصور الفيديو مو كل الاسئله تخطر على بالنا، مو كلها نجاوب عليها، نجاوب على الاسئله الضروريه. لكن بهذا الفيديو راح اتكلم لكم بصوره تفصيليه، وراح نتطرق طريقه استخدام الثلاجه وايضا ازرار التحكم مالتها، لان هو عالم سيلون عليه. واختارينا لكم اليوم لون ماروني، هذا اللون شويه لون غريب نوعا ما، واكو عالم ذو يعني ترغب هيك لون، فهي مساله اذواق، يعني تجوز ما يعجبك ماروني يعجب غيرك، او الاسود ما يعجبك ايضا يعجب غيرك، فهي مساله اذواق. فاحنا نعرض كل الالوان، بقت المقابل هو رغبته. ما اريد اطول عليكم، احنا عودناكم مثل كل فيديو تصلون على النبي محمد، هذا اهم شيء، وآل محمد، وتفعلون على تفعلون زر الجرس والاشتراك بالقناه. بالبدايه راح نتكلمكم على شكلها الخارجي، اتمنى تكونون جاي تشوفون الثلاجه كامله، على مبينه الثلاجه تمام. شكلها الخارجي راح يكون شكل كلش حلو، فهذا شكلها امامكم علاوي، واضحه الصوره لهم. راح تجي بيدات اربعه، يعني اربع بوب، كحجمها وارتفاعها. الثاني حجمه 170، شوفون ارتفاعها ايضا راح يكون 185 سنتيم كارتفاع الثلاجه، اما العرض مالتها راح يكون عرض 87. على هذا تجي تصور لهم اليد مال الباب، منه عندنا اربع بوب فوق فريز والجوة ثلاجة. إذا تقرب لهم على هذه كلمة الهيتاشي وتلاحظون عندكم جوة كلمة الهيتاشي ضمان، أو 10 سنوات هيرز ضمان لمدة 10 سنوات بالنسبة للكمبريسور. أما موديل الثلاجة وتفاصيلها راح يكون مكتوب عندنا بكل هذه الورقة اللي هي ملصق كفاءة الطاقة. راح يطلع لنا الموديل RW760BUQ7، وأيضا راح يطلع لي الضمان مالتها وحجمها الإجمالي للترات 586 لتر، والحجم الصافي للثلاجة اللي هي الثلاجة الجوة راح يكون 396، والحجم الصافي للمجمدة اللي هي الفريز هذا راح يكون 144 لتر. يعني هذه مواصفات التحجيم خاصة بالهيتاشي. أما أزرار تحكمها، أو قبل أن نتكلم عن أزرار تحكمها، إذا تجي تقرأ لها أيضا جوال الهيتاشي مكتوب انفرتر ديل فان كولينج، يعني هاي الثلاجة راح تشتغل بنظام تبريد يسمونه ديل فان كولينج خاص من هيتاشي، نظام تجميد كلش ناجح بالعراق، وأيضا نظام تجميد أثبت جدارته، أو تبريد أثبت جدارته بالعراق. بالمقارنة مع الميلتير فلاور مال ال جي والنانو فريز من سامسونج. خلينا نتكلم لكم على شكلها الخارجي، او تكلمنا لكم على شكل الخارجي. راح افتح لكم الثلاجة، لكن على اريد لقطة تصير للثلاجة كاملة بها حتى يشوفون الحجم مالتها. هاي الثلاجة امامكم، اذا تلاحظون الفوق راح يكون الفريز، والجوة راح تكون الثلاجة. الفريز راح يكون حجمه كلش كبير، والثلاجة ايضا حجمها كلش كبير. شنو اللي خلى العالم ترغب هاي الثلاجة؟ طبعا اغلب الثلاجات تجي الاربع ابواب ولا البابتين يكون عندنا فاصل بالنص، فاصل وسطي يفصل البابين اليمنى عن البابين اليسرى. هذا الشيء خلى حجم الثلاجة الداخلي راح يصغر، وايضا احنا العراقيين دائما عندنا جدورة، عندنا صياني، حلويات، كيك، فمن تخلي الصينية ما راح تقدر تخليها اذا اكو فاصلة بالنص، لكن هاي الثلاجة بدون فاصلة نهائيا، معطيتك مساحة كاملة للاستخدام اللي تحتاجه انت، صينية بكل سهولة تخليها، جذرية بكل سهولة تخليها، اللي تحتاجه انت اذا كان يعني جذر معون كبير تقدر تستفاد منها وتخليها بهاي الثلاجة بالمقارنة مع بقية الثلاجة. تعال تقرب لي، خليني اتكلم لكم على نظام تبريد هاي الثلاجة. نظام تبريد الفريز اللي هو الاف، هذا الفريز راح تشوفون مكتوب عليه انفرتر ديل فان كولينج، يعني راح يكون اقتصادي، وايضا الفريز راح يكون بتبريد الديل فان كولينج. واذا تلاحظون بصفه مكتوب نانو تيتانيوم، اذا تقدر تجيب لي علاوي، معناها هذا هو نظام خاص من هيتاشي، نظام تدوير هواء 360 درجه يمنع تكون روائح الكريهه بداخل الثلاجه. بالمقابل راح نستفاد احنا مثلا، يعني ما راح تصير ريحه نهائيا بالثلاجه، راح
تحافظ على الطعام يكون طازج لأطول فترة ممكنة. بالنسبة للأيس ميكر راح يكون أيس ميكر متحرك، تمام؟ تقدر تخلي حسب احتياجك أنت ومن نوع تصنع ثلج. جامع عندنا سيفتي جلاس موجودة بالنص ولايت LED موجود بيها. بالنسبة للفريز، أما نجي نتكلم لكم على الثلاجة، الثلاجة راح تجي أيضا مكتوب عليها ديل فان كولنج ونانو تيتانيوم وتيم كنترول، راح يكون تحكم إلكتروني بهاي الثلاجة. الجام راح يكون سيفتي كلاس، يعني جام حماية. اللي ما يعرف السيفتي كلاس شنو معناه، الجام راح يكون بمادة نايلون يعني من الفوق ومن الجوة. خلا بسط لكم يعني شلون جام السيارة اسم الله من ينكسر ما راح يتفتت عدكم بالقاع، لا راح يظل محافظ على حجمه، لكن ينكسر بس ما راح يوقع اي رداد بداخل الثلاجة. هذا السيفتي كلاس الموجود بالهيتاشي. خزانات جانبية فريش سيلكت، عن طريق هذه الحافظة نقدر نحفظ الفواكه واللحم. وهو عالم يسألون على هذا الزر الجو، اذا تجي تقرب لهم علاوي هذا الزر عن طريقه نقدر قرب شوية هذا الزر عن طريقه نقدر نفتح رطوبة لهاي الخانة او نسد رطوبة، فكل اللحم او الفواكه كل نوع يحتاج نوع معين من الرطوبة. اما نسبة تصنيع هاي الثلاجة والباركود الخاص بها موجود عندكم هنا، وعندكم باركود تقدرون تأكدون التصنيع بها. و تصنيع الثلاجة مكتوب ميد ان تايلاند والسريال نمبر موجود بيه. بالنسبة للي اسألوني يقولون عبد الله ابو نواف بالسوق حاليا منتشره ثلاجات تكون وكاله دبي، فشلون اعرف دبي عن الوكاله الرسميه؟ طبعا الوكاله الرسميه يجيب وياها بطاقه ضمان من هاي البطاقه الضمان، مو بس بطاقه ضمان، لا لازم تتاكد هذا الرقم التسلسلي او السريال نمبر نفسه مال هاي الثلاجه، لانه تشوفون مطبوع طباعه يعني مو كتابه. فكل بطاقه ضمان كل ثلاجه هذا الرقم يختلف عن الثلاجه الثانيه. وايضا هذا وكيل شركه هيتاشي اللي هو قيوان جروب، فهذا داخل الثلاجه مثل ما ملاحظين نظام تبريد ديل فان كولنج مثل ما شرحنا لكم. اذا تجي لي على البيبان مالتها عندنا خزانات جانبيه موجود بالنسبه للباب الفوق، وايضا عندنا خزانات جانبيه موجود بالنسبه لباب الثلاجه. هاي الخزانات تقدر تستفاد منها انت كمستخدم. وايضا على الجهه اليسرى عندنا خزانات فوق وعندنا خزانات بالجهه الثلاجه الجو. بالنسبه للبراد، هذا البراد مثل ما ملاحظين هو عالم يسالون عليه يابا شلون نترس البراد. طبعا هاي الحافظه مال البراد، تمام، فقط تسحبها هذه تقريبا تقدر تسرسها منها مي، تمام، وتسد القبق وترجعها بصوره سهله وسلسه، فقط تدفعها وتقعد عندكم هذه الحافه مالتها بمعنى انه قعدت. هاي الثلاجه الهيتاشي هذه اغلب مواصفاتها، لكن بقى شغله واحده ما شرحنا عليها اللي هي ازرار تحكم الثلاجه. بالنسبه اللي يسالوني على ازرار تحكم الثلاجه شلون نستخدمها، هنا عندكم ازرار تحكم راح تكون بالباب العلوي على اليسار، عندكم عده ازرار تقدرون تحكمون منهم. اول زر اللي هو سيلكت، مكتوب فوق سيلكت اف وار، الاف معناها الفريز الفوق والار معناها الريفريجيتور الثلاجه الجو. اذا اردت تتحكم بدرجه بروده الفريز تدوس على سيلكت يحولك على اف، تبدا تتحكم بدرجه الفريز من هاي الخيارات. هسه حاليا اذا ضغطنا اف راح يحول على سيلكت، راح يحول على اف، راح نبدا نتحكم بدرجه بروده الفريز عن طريق هاي الازرار البقيه. اول زر عندنا التيم كنترول، عن طريق نقدر نزود بروده الثلاجه، عندنا 5 درجات برودة، يعني بنضغط عليه راح يشتغل ضوء على الثاني، نضغط ضغطة ثانية يشتغل على الثالث، إلى ما نخليها على الخامس. نظام الكوك فريز هو خاص بالفريز الفوق، إذا نضغط راح يعطيك تبريد مضاعف. وأيضا عندكم آخر زر اللي هو الدقمتين مرسومة عليه أو النقطتين، مكتوب فوق لوك هولد 5 مينت اللي هو قفل الشاشة، نضغط ضاغطين عليه لمدة 5 ثواني راح تقفل هاي الشاشة على إعدادات ضبطناها، ما حد يقدر يلعب بها بعد، حتى لو يجي يضغط راح تكون الشاشة مقفولة. وايضا عن طريق اذا ضغطه وحده راح نشغل الانرجي سيفنج، عن طريقه راح نشغل نظام او برنامج حفظ الطاقه الخاص من هيتاشي، راح يقلل لك استهلاك كهرباء الى نصف امبير، لكن بالمقابل راح يقلل من بروده الثلاجه. طبعا الوان الثلاجه تجي بها عده الوان، لون ماروني يجي بها 7 الوان مثل ما ذكرنا لكم بدايه الفيديو، احنا اختارنا لكم اللون الماروني لانه ما نزلنا عليه شرح سابقا، وهو على المتابعين قالوا يابا انت شرحت على كل الالوان، نزلنا شرح على هذا اللون ونشوف شكله وديكوره. فبنهايه الفيديو اتمنى تكونوا استفادتوا. سعر هاي الثلاجه 869 دولار، متوفر توصيل كل محافظات العراق. عنوان الفرع الاول كندا خارج مقابل مدرسه امام جواد، فرع الثاني بغداد ميسلون مقابل مركز شرطه زيونه. على اخير لقطه شوفوا الشكل الكامل للثلاجه، وحياكم الله والف هلا بكم. انت اختم مكان علاوي، عاشت ايدك.